مباراة قوية، مباراة الزمالك والفريق الغيني. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. الزمالك يواجه الآن ديرمز الغيني، 9 مباريات جمعت الزمالك مع أندية غانا من قبل. حقق الفارس الأبيض فوزين وتعادل 3 مرات وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقى شباكه 13 هدفا. وانتهت أول مباراة جمعت الفارس الأبيض مع أندية غانا بالفوز بهدفين دون رد، بينما انتهت آخر مباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. صعد الزمالك لدور المجموعات بتخطي عقبة إرتا سولار بطل جيبوتي بالخسارة ذهابا بهدفين دون رد، ثم الفوز إيابا ب4 أهداف مقابل هدف. كما فاز الفارس الأبيض على أبو سليم الليبي بهدف دون رد، ثم على سوار الغيني برباعية دون رد، ثم على فريق الأنغولي بهدف دون رد، ثم تعادل سلبيا مع بطل أنغولا، ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، ثم ألغيت مباراته مع سوار الغيني ليتأهل لربع نهائي البطولة ويلاقي مودرن فيوتشر، وفاز ذهابا بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل إيابا بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائي البطولة. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. أتمنى من الإخوان وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وأهلا وسهلا طبعا بالجميع. أما بالنسبة للفريق الغيني 9 مباريات له.